نشرة الظهيرة من بلاد الفضائية نبدأها بالعناوين. البرلمان يعقد جلسته اليوم لإعادة التصويت على إقالة الجبور، والعبادي يشدد على ضرورة التصويت على التعديل الوزاري. معصوم يجري سلسلة لقاءات مع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والسبل الكثيرة لتجاوزها. كارتر يصل بغداد لبحث الحملة العسكرية ضد داعش، والطيران الحربي يلقي منشورات على الموصل ويؤكد قرب القطاعات العسكرية منها. وديمستورا يعرب عن قلقه من انهيار مفاوضات جنيف بسبب الاختلاف الكبير بوجهات النظر بين الفرقاء السوريين. تفاصيل النشر، أهلا بكم. يعقد مجلس النواب اليوم جلسته المقررة لإعادة التصويت على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري. المتحدث باسم النواب المعتصمين هيثم الجبوري أكد أن عدد النواب المعتصمين وصل ل 125 نائبا حتى الآن، مشيرا إلى أنه بانتظار عدد آخر من النواب لاكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة. وكان مقرر البرلمان عماد يوخنا أكد أن هناك مباحثات لعقد جلسة للبرلمان موحدة تشارك فيها جميع الكتل السياسية، مبينا أن الكتل لم تتفق بعد على من يترأس الجلسة. لمزيد من التفاصيل ينضم معنا من داخل قبة البرلمان أو لحين تأمين هذا الاتصال، سنعود إليه بعد قليل. دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي مجلس النواب للانعقاد فورا لتجاوز العقبات والمساهمة بوضع الحلول للتحديات. العبادي في بيان له أكد على ضرورة التصويت على التعديل الوزاري خلال الأيام المقبلة والتصويت على الهيئات المستقلة والوكالات في مرحلة لاحقة، مشيرا إلى أن التغيير الوزاري هو حلقة ضمن إصلاحات تشمل تغيير الهيئات المستقلة والوكالات بعيدا عن المحاصصة السياسية. وأضاف البيان أن الحرب ضد داعش إلى جانب التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها العراق تتطلب توحيد الجهود لتجاوزها. أكدت السلطات القضائية أن المحكمة الاتحادية لم تصدر أي حكم أو قرار بشأن دستورية أو عدم دستورية القرار الذي اتخذه مجلس النواب في جلسته المنعقدة الخميس الماضي. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار برقدار إن قرار دستورية جلسة النواب المعتصمين أو عدم دستوريتها لا يتم إلا من خلال دعوة تقام وفق النظام الداخلي للمحكمة ليتسنى لها الاستماع إلى أقوال الطرفين ومستنداتهم، مشيرا إلى أن مثل هذه الدعاوى لم تقدم إلى المحكمة من أي طرف من الأطراف حتى الآن. أجرى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سلسلة لقاءات مع قادة الكتل السياسية لبحث تبادل وجهات النظر والعمل على تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. تفاصيل أوسع في التقرير التالي. لقاءات عديدة عقدها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع عدد من القادة السياسيين لبحث الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. أول هذه اللقاءات كان مع رئيس المجلس الأعلى السيد عمار الحكيم، حيث أكد الجانبان على ضرورة تعاون الجميع من أجل الالتزام بالدستور وإيجاد الحلول للمشكلات السياسية. بعد ذلك بحث معصوم مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري وجهات النظر والعمل على تجاوز الأزمة السياسية الراهنة والتجديد على أهمية إنجاز الإصلاحات بما يحقق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وضرورة إدامة الحوارات السياسية بين الفرقاء بغية التوصل إلى حل نهائي للأزمة. احترام الدستور ورص الصف الوطني والتعاون بين كافة القوى والرموز الوطنية لتجاوز الأزمة الحالية أبرز النقاط التي ناقشها رئيس التحالف الوطني ووزير الخارجية مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ودعا الجانبان إلى احترام الدستور والسياقات القانونية وصولا إلى تحقيق الإصلاحات الجذرية التي تتطلبها مؤسسات الدولة والاهتمام بالجانب الأمني وإعطائه الأولوية وبخاصة في هذه المرحلة.
بعدها عقد الرئيس معصوم اجتماعات مع عدد من قادة الكتل السياسية، ومن بينهم رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، ورئيس كتلة متحدون للإصلاح أسامة النجيفية. هذا وتشهد البلاد أزمة سياسية بعد إقدام عدد من النواب على التصويت لإقالة سليم الجبوري من رئاسة البرلمان. هذا وكان المتحدث باسم النواب المعتصمين النائب هيثم الجبوري قال عقب لقائه ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، قال إن الوفد نقل إلى المرجعية الصورة الحقيقية لما يدور في مجلس النواب من اعتصامات تدعو لإصلاح مسار العمليات السياسية. زيارة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل سماحة السيد السيستاني لإطلاعه على واقع حال ما يحصل في داخل مجلس النواب. للأسف هنالك من نقل صورة مشوشة ويحاول أن يضلل الرأي العام ويضلل المرجعيات ويضلل حتى الجهات السياسية المعتبرة الأخرى بأن ما يحصل في مجلس النواب هو انقلاب على الدستور أو أن هنالك عملا فوضويا. فإحنا نقلنا صورة بالكامل. أولا من اشترك بالاعتصام هم من كل المكونات العراقية. أيضا أكدنا للمرجعية بأنه لا توجد زعامة خلف هذا التحرك، ولا نسمح لأي أحد من الزعامات القديمة بركوب الموجة. الثورة أتت بشكل عفوي، أتت بسبب الانحراف الكبير في مسار العملية السياسية. أخبرنا بأنه هو لم يؤيد أي جهة لحد الآن. المرجعية قد يشاع بأنه أيدت فلان أو أرسلت رسالة لفلان، لم ترسل رسالة المرجعية لأي أحد. المرجعية هدفها النظام العام وهدفها الحفاظ على الدستور وهدفها الإصلاح الحقيقي. مع استمرار مسلسل الاعتصام النيابي ما زالت الأبصار متجهة نحو السيناريو الأخير الذي ينهي خلاف التعديل الوزاري. نواب رجحوا أن تفضي الأيام المقبلة لحلول سياسية استثنائية وغير متوقعة. إلى هنا حيث يعتصم البرلمانيون تشخص أبصار الأوساط الشعبية مترقبة مستحدثات هذا المشهد الذي تتعالى فيه أصوات وصيحات بعضهم بين الحين والآخر. السيناريو الأخير لهذا الحراك هو ما ينتظره الكثيرون، علّه يحمل شيئا مختلفا لهذا الشعب الذي لا يجد إلا الصبر ملاذا له. سيناريو المتوقع، هناك إصرار من المعتصمين بأنهم لن يسمحوا للدكتور سليم الجبوري بأن يعتلي منصة الرئاسة. في المقابل الدكتور سليم الجبوري كونه هو الرئيس الشرعي كما ينظر إلى نفسه مصر على الحضور واعتلاء المنصة. هذا راح يحصل خصومة، لذا قدم مقترح بأن نأتي بثلاثة قضاة يشرفون على موضوع إقالة التصويت على إقالة الدكتور سليم والرئاسة طبعا، ويشرفون على الانتخابات الجديدة. سيل الانتقاد في هذا المشهد كانت له وجهة وحيدة، ألا وهي رئاسة البرلمان، تلك التي كان رفضها لقائمة المرشحين الأولى قاعدة لتثبيت المحاصصة المقيتة بحسب تعبير أغلب الساسة المعتصمين، الأمر الذي أفرز كل هذه التعقيدات. رئيس برلمان العراق كان المفروض أن لا يتأثر بالمحاصصة، وكان المفروض أن يعرض القائمة الوزارية الأولى التي وصلت من الدكتور حيدر العبادي للتصويت، ومن يسقط بالتصويت يسقط ويأتي بديل. ما يدور في أروقة البرلمان العراقي يراه البعض حالة استثنائية قد تفضي إلى حال لا يتوقعه أحد، فيما يراه آخرون جلبابا فضفاضا على بعض النواب المعتصمين. وبين هذا وذاك تبقى الأيام القادمة حبلى بمستجداتها. الجمع بين الشرعية وتحقيق مطالب الشعب عن طريق الاعتصام تحت قبة البرلمان معادلة تحتاج في مقدماتها إلى نكران الذات الفئوية الكتلوية وتغليب الحس الوطني الذي غاب عن البعض منذ عقد زمني وأكثر. فراس الفوادي، بلاد الفضائية، بغداد. قرر الاتحاد الإسلامي الكردستاني إبعاد النائب عادل نوري عن كتلة الاتحاد في مجلس النواب، وقال المكتب السياسي للاتحاد في بيان له إن الأطراف الكردية تعاملت معها بموقف موحد، مبينا أنه تم تنبيه عادل نوري عدة مرات بالانسحاب من صف المعتصمين والعودة إلى صف الكتل الكردستانية، لكنه لم يلتزم بسياسة الاتحاد الإسلامي الكردستاني.
بعد مشاركتها مع النواب المعتصمين داخل قبة البرلمان، أعلنت حركة تغيير الكردية فصل النائب عنها تافك أحمد لانضمامها مع النواب المعتصمين دون مشورة قيادة الحركة، وفي وقت أكدت فيه أحمد عدم استلامها أي كتاب رسمي من قبل الحركة يدل على فصلها. بعد موجة الاعتصامات التي شهدها البرلمان العراقي واعتصام عدد من النواب المطالبين بإلغاء نظام المحاصصة وإصرار عدد منهم على الاستمرار في الاعتصام، سرعان ما انسحبت الأطراف الكردية من جلسة البرلمان بعد قرار من رئاسة الإقليم الذي تخلفت عنه النائبة تافقة أحمد وعاد النوري، وقررا البقاء مع المعتصمين وعدم الانصياغ لقرار حكومة الإقليم. سرعان ما أصدرت حركة التغيير قرارا بالاستغناء عن النائبة تافقة وفصلها من الحزب بحسب اتصال لقناة بلادي معها التي أكدت الخبر. قررت حركة التغيير على أساس يفصلوني من الكتلة التغيير، لأن الآن شاركت بالاعتصامات داخل البغداد يعني ويا أعضائي الإخواني المعتصمين. أنا بالنسبة لي ما لحد الآن ما مستلمة هذا القرار بطريقة يعني رسمية، حسب القانون وحسب الإجراءات القانونية لازم يعني أستلمها مكتوبة ليس شفويا على الويب سايت وعلى التلفزيونات KNN وإلى آخر. هذا أولا مبدأ الإلقاء يعني ما مستلمه. أما حركة التغيير بدورها أشارت إلى أن قرار فصل النائبة تافقة أحمد عن حركة التغيير جاء لخروجها عن سياقات حزبها وكذلك بقية الأحزاب الأخرى في الإقليم والتي تدعو لتوحيد الصف داخل البرلمان حسب تعبيرهم. نحن طلعنا هذا القرار لأن النائبة تافقة أحمد خرجت عن الإجماع الكردستاني وخرجت عن قرار كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي. نحن كحركة التغيير في العراق نؤيد كل مطالب المشروعة للمواطنين والمتظاهرين، ونحن أصلا حركة التغيير أحد المبادئ المبنية عليها حركة التغيير هو التغيير ومحاربة الفساد والإصلاح. أما رأي الشارع الكردي فأبدى تأييده لموقف النائبة تافقة أحمد المطالب بإلغاء المحاصصة في الإقليم والبقاء مع المعتصمين المطالبين بالتغيير والإصلاح الشامل. إصرار وبقاء النائبة تافقة أحمد على الاعتصام داخل قبة البرلمان وعدم الانصياع لقرار الحزب خطوة مشرفة للقضاء على المحاصصة التي أفشلت العملية السياسية في الإقليم. أنا أؤيد وأدعم موقف النائبة تافقة أحمد المطالب بإلغاء المحاصصة والإصلاح الشامل، وهذا لا يمثل رأي الفردي فقط وإنما هو رأي أغلب المواطنين في الإقليم. هذا ومن المقرر زيارة وفد من إقليم كردستان إلى بغداد خلال الأيام القادمة والتي تهدف لحل المشاكل العالقة في بغداد وإيجاد مخرج لها. لقناة بلاد الفضائية رفاه فالح، السليمانية. يتجدد مشهد التظاهرات والاحتجاجات على وقع الأزمة الراهنة بعد فشل القوى السياسية بتقديم حكومة قادرة على مواجهة التحديات التي تعيشها البلاد. المتظاهرون طالبوا بتشكيل حكومة تكنوقراط للقضاء على المحاصصة والفساد. تعاود التحرير احتضان الباحثين عن حكومة تكنوقراط بعيدة عن الفئوية والتوزيع المناصبي. متظاهرون جاءوا من بقاع مختلفة يطالبون الأحزاب السياسية باعتزال الأدوار القيادية وإسنادها لشخصيات كفوءة حتى وإن لم تنتمي للأحزاب الحاكمة منذ 2003 إلى يومنا هذا. التجربة المرة مع تلك القيادات الحاكمة ومنذ سنين جعلت المواطنين يدمنون حالات التظاهر والاعتصام المتكرر. بداية الاعتصام اعتصمنا بداية باب الخضراء وجانا الأمر أساسي يسوون حكومة تكنوقراط، ما صارت الحكومة إلى متى؟ يعني هذا الشعب طلع اليوم كله ينادي بالإصلاحات وينادي بالحكومة تكنوقراط مستقلين. المحاصصة تعبتنا صارت 13 سنة يا حبيبي. حكومة مستقلة تكنوقراط مستقلة تتكون من كفاءات من ذوي اختصاصات لا كما يتبجحونهم أن يضعون القطة على فراخ البيض. لا تولد القطة فراق بيض. نريد حكومة مستقلة تتكون من تكنوقراط خالصة. دوامة من المواقف والتصادمات السياسية استفحلت بعد اعتصام عدد من النواب الذين نجحوا في إقالة مع وقف التنفيذ لرئيس البرلمان. رافق ذلك سلسلة من الانسحابات بين أطراف معتصمين ومواقف خارجية وداخلية طالبت
بالتهدئة مع تشبث معلن من قبل بعض الأحزاب والتيارات بمناصبها الوزارية التي تجني منها ريعها المالي. إخواننا المحتصمين داخل الخضراء إيد وحدة، احنا مطينهم 72 ساعة بأمر القيادات والشعب، الوزراء يستغلون فورا فورا، وهذا الشعب منتظر الإشارة، إذا ما ينبون الإشارة مال الشعب، الشعب راح يثور عليهم ثورة الإمام الحسين، هاي ثورة الإمام الحسين. يعني كلها تدور على ضيقة الشعب العراقي، كل من يحط بجيبه وعايفين احنا الناس الفقرة، واحدنا يشتغل عماله يجي له يطق عليه المفخخة وهم نسوانهم وعوائلهم مو هنا، اتحدى من البرلمانيين عوائلهم هنا بالعراق خاطر ما تجيس الحرقة، لو يشتغلون مثلنا بالعراق ما تجيس الحرقة، هسه احنا شنو مسوين لهم؟ ومع تمسك الأحزاب بما تسميه الشراكة الوطنية ما تزال هي عاجزة عن تقديم تكنوقراط من داخلها يشهد لهم بالنزاهة والخبرة والكفاءة على إدارة دفة الوزارات والهيئات والمديريات، لتبقى الأوضاع على حالها في انتظار المستجدات. لا إصلاح سياسي بان، ركائز الخيام دقت من جديد، الجماهير أعلنت عودة التظاهرات والاعتصامات وصولا لحكومة تنسلخ من إطارها المحاصصاتي وتعتمد على كفاءات تكنوقراط لا تمت للأحزاب بصلة. صباح حكيم، قناة بلادي، بغداد. مشاهدينا، وبالعودة للتطورات السياسية داخل قبة البرلمان ينضم معنا من هناك موفدنا عمر العامري. أهلا بك عمر، ما هي آخر التطورات لديك بشأن جلسة اليوم؟ هل ستعقد؟ هل اكتمل النصاب؟ وهل من ترشيحات جديدة لشغل مناصب هيئة الرئاسة؟ تفضل. نعم، تحية طيبة. كان من المقرر أن تبدأ جلسة مجلس النواب للمعتصمين الساعة 10 صباحا، لكن حتى الآن الجلسة لم تعقد، والسبب يعزوه نواب البرلمان إلى عدم اكتمال النصاب البرلماني. الكتل السياسية لا زالت مصرة على موقفها، التحالف الكردستاني لا زال مصر على موقفه بأن يكون سليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب، وأيضا اتحاد القوى كذلك، وأجزاء من التحالف الوطني مصرين على أن يكون سليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب، ولا يقبلون بأن يكون هناك جلستين في آن واحد ورئيسين لمجلس النواب في آن واحد، وبالتالي المواقف النيابية هناك ضبابية في المواقف، خصوصا وأن هناك يعني نواب منشقين من كتلهم وتجردوا من العباء والغطاء الحزبي، والآن ينخرطون مع النواب المعتصمين، وبالتالي يعني الآن المشهد النيابي يزداد تعقيدا، خصوصا وأن هناك يعني دعوات من قبل رئيس السن الأكبر لمجلس النواب الذي انتخبه المعتصمون عدنان الجنابي يدعو إلى جلسة، لكن المشكلة حتى الآن عند النواب المعتصمين هو عدم اكتمال النصاب البرلماني. نعم نعم. طيب عمر، يعني ماذا لديك من تطورات أخرى بشأن هل ستعقد في حال عقدت الجلسة؟ يعني من سيكون رئيس هذه الجلسة المقال الرئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري، أم الرئيس المنتخب الجديد من قبل النواب المعتصمين؟ نعم، مثلما يعني متعارف عليه ومسلم إليه نيابيا أن رئيس مجلس النواب المؤقت لا زال عدنان الجنابي، وهو إذا انعقدت الجلسة سيكون هو رئيسا لمجلس النواب المؤقت، وبالتالي يعني جدول أعمال الجلسة الذي تداوله بعض النواب هو اختيار رئاسة جديدة لمجلس النواب، وأيضا التصويت من جديد ربما على إقالة رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري الذي أقاله النواب المعتصمون. للحديث معي ينضم إلي النائب عن كتلة الإصلاح الوطنية النائب زاهر العبادي. السلام عليكم أستاذ زاهر. نتكلم اليوم عن المشهد النيابي، يعني هناك ضبابية ومشهد معقد في مجلس النواب، يعني أنت قريب من النواب المعتصمين، هل ستعقد الجلسة اليوم برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية اليوم هنالك يتم عقد جلسة لمجلس النواب العراقي في قبة مجلس النواب، على اعتبار اليوم هنالك عدد كثير من النواب حضروا وباشروا بتسجيل أسمائهم وإبداء تواقيعهم، وإن شاء الله خلال الدقائق القريبة العاجلة سوف يتم عقد هذه الجلسة، على اعتبار لكن هنالك بعض الأمور التي عطلت عقد هذه الجلسة، منها هنالك لجنة قد تم تشكيلها من قبل التحالف الوطني للتفاوض مع المعتصمين من أجل الإيصال إلى صيغة نهائية للم الشمل داخل قبة مجلس النواب، أن يكون هنالك مجلس نواب موحد
وأن يكون هنالك رئيس مجلس نواب موحد، على اعتبار الجلسة التي مضت يوم الخميس هي جلسة صحيحة وتم إقالة بها السيد رئيس مجلس النواب دكتور سليم الجبوري. واليوم جدول الأعمال لهذه الجلسة هو لاختيار هيئة الرئاسة الجديدة في مجلس النواب العراقي. طيب سيادة النائب، يعني هناك يعني معلومات تتحدث عن ضغوطات تمارس من قبل بعض السياسيين وبعض الجهات الخارجية على النواب المعتصمين لسحب تواقيعهم، وآخر المعلومات التي وردت إلينا هو تعرض النائب ومقرر مجلس النواب نيازي أوغلو إلى تهديدات، ولدى بعض المعتصمين النواب تسجيلات صوتية تظهر ذلك، ما صحة هذه المعلومات؟ يعني بطبيعة الحال لاحظنا خلال الأيام التي مضت يعني هنالك ضغوطات من عدة جهات، سواء كانت جهات داخلية كرؤساء كتل أو زعماء أحزاب سياسيين من ناحية، ومن ناحية أخرى هنالك ضغوطات دولية، لاحظنا هنالك تدخل من قبل السفارات الأجنبية التي في داخل العراق باتجاه الضغط على المعتصمين بسحب تواقيعهم، ولكن تم الثبات من قبل المعتصمين. وللأسف الشديد كانت هنالك محاولات من كتل سياسية حاولوا أن يتم إخراج بعض أعضاء مجلس النواب الذين ضمن كتلهم خارج كتلهم ببيانات، وهذه نقطة سوداء سوف تبقى في تاريخهم على اليوم، اعتبار اليوم يجب أن يكون هنالك روح الديمقراطية في داخل الكتلة، فإذا هم كانوا يريدون أن يبثوا الديمقراطية في داخل العراق فكيف بهم وبروح الديمقراطية قد ظلموها وقد كانت نقطة سوداء ظلماوية في كتلهم. للأسف الشديد تم إخراج النائب عبد العظيم العجمان من كتلة حزب الإسلامي، وتم إخراج النائب عدنان وكذلك النائبة الكردية تافكة، هذه للأسف نقطة سوداء في تاريخهم سوف تبقى. لكن هذه الضغوطات نحن نتمنى وقلنا لكل المعتصمين بصراحة، من يريد أن ينسحب فلينسحب، سوف يسجل التاريخ هذا الانسحاب وسوف يكون هذا التسجيل خالد خلال هذه الفترة. نحن اليوم لسنا نستهدف أي مكون بحد ذاته ولا نستهدف شخصية، بقدر ما نستهدف البرنامج الإصلاحي الموجود. يجب أن يكون هنالك برنامج واضح المعالم، على اعتبار خلال هذه الفترة كان النواب عبارة عن أشخاص جالسين في قاعة مجلس النواب لا يعلمون أي شيء. أسف للمقاطعة عز الزاهر، يعني هناك من يقول أن ما يجري الآن هو تصفية حسابات بين بعض الكتل السياسية، وبدليل أن هناك تقارب بين دولة القانون وأيضا كتلة الأحرار، هذا التقارب ربما غريب للغاية، خصوصا وأن هناك انقسامات شهدتها الفترة الماضية. يعني ما الذي يجري اليوم وماذا يمكن أن يعرف المواطن هذا التقارب إلى أي شيء يدل؟ تصفية حسابات، نحن اليوم نعيش هذه اللحظة، أحكي لك يا بصراحة وأتكلم بصراحة، منذ سقوط النظام وإلى اليوم نتكلم عن تصفية حسابات بين الخصوم السياسيين. اليوم ليس من شأن ولا من حق أي جهة في داخل مجلس النواب أن تخرج كتلة معينة من داخل مجلس النواب، فبالتالي على الكتل الموجودة خارج إطار المعتصمين أن يتواجدوا في داخل المعتصمين وأن يقدموا رأيهم وأن يثبتوا رأيهم، وبالتالي لهم أن يكون الحق في التصرف بصورة عامة في داخل مجلس النواب، وليس أن يبدو أن يعترضوا ويقولوا هنالك تصفية حسابات. نجد اليوم في شأن هذا الموضوع لاحظنا بأن السيد مقتدى الصدر قد أنزل بيان وكان صريح وواضح باتجاه دولة القانون وخاصة السيد نور المالكي، وكان هنالك رد من قبل دولة القانون بهذا الاتجاه. احنا اليوم نسعى الى لم الشمل، نسعى الى ان يكون هنالك منهج للاصلاح حقيقي، لان خلال هذه الفترة اكثر من سنة كان هنالك فقط هزوجة اسمها الاصلاح وليس لها على ارض الواقع اي مشروع، وبالتالي نحن اليوم كنواب نضغط بهذا الاتجاه، نضغط على الرئاسات الثلاث، نضغط على زعماء الكتل من اجل ان يجدوا لهم حل لهذا البلد. اليوم المحاصصة تارة يقولون، محاصصة تارة يقولون، مشاركة تارة يقولون، حكومة الأقوياء، والشعب هو الوحيد الذي يضحي في هذه العملية. النائب زاهر العبادي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. كما شاهدتم أعزائنا المشاهدين، يعني أن هناك حجم كبير من الضغوطات يمارس على أنواب الكتل السياسية، لدي ثلاث أسماء ممن تعرضوا إلى هذه الضغوطات
التقيت بالنائبة تافقة أحمد التي هي الآن مرشحة إلى منصب النائب الثاني لرئاسة مجلس النواب. هذه النائبة طبعا من التحالف الكردستاني. قيل أن رئيس الإقليم يريد أن يمنع دخولها إلى الإقليم بعد أن شاركت النواب المعتصمين في مواقفهم. وأيضا النائب عادل نوري أيضا تعرض إلى طرد من قبل اتحاد القوى العراقية وكذلك النائب عادل نوري. وبالتالي هذه المعلومات ربما ستعقد المشهد السياسي وستكون هناك مواقف وردود أفعال من قبل النواب المعتصمين. الآن معي النائبة عن ائتلاف دولة القانون، النائبة عن التحالف الوطني الست ابتسام الهلالي. مرحبا ست ابتسام، كيف تنظرين إلى المشهد السياسي وخصوصا المشهد النيابي الذي يزداد تعقيدا يوما بعد آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لقناة بلاديو ومشاهديها. الحقيقة المشهد السياسي والمشهد البرلماني لا يزداد تعقيدا، وإنما نرى تفاؤل ونرى إشراقة أمل في هذه الكتلة التي انبثقت داخل مجلس النواب من النواب المعتصمين الذي رفضوا المحاصصة والحزبية وأيضا الاستياء لأوامر الكتل ويعني وأيضا عدم تمرير القوانين إلا بموافقة رؤساء الكتل. هذا اليوم هدفهم هو مصلحة الشارع العراقي. اليوم هناك تأييد من الشارع، من الشعب العراقي، هنا تأكيد وتأييد من المراجع العظام، من الكثير من المرجعية، وكنت مع الوفد الذي ذهب لزيارة المرجعية يوم أمس، وكان هناك دعم ضمني ومباركة لهذه يعني الاعتصامات. نعم ست ابتسام، أسف المقاطعة، أنت كنت ذاهبة مع وفد النواب المعتصمين إلى كربلاء المقدسة وأيضا إلى النجف الأشرف مع النواب المعتصمين. ما الذي دار بين المراجع وأيضا الشخصيات الدينية وبين النواب المعتصمين تحديدا؟ نعم، الحديث كان حديث ديمقراطي وشفاف. النواب المعتصمين تكلموا لمراجع العظام حول أنه نحن اليوم بعيدين عن أي منصب، استلام أي منصب ولا سلطة، المهم نحن نريد مصلحة الشعب العراقي، القضاء على الفساد، الإصلاح الحقيقي الجذري التي يتضمن تشريع القوانين المهمة، التي يتضمن قوة لممارسة الدور الرقابي في على الوزارات ومحاسبة الفاسدين. نعم ست ابتسام، قد يتساءل البعض أن هناك يعني موضوع الإصلاح الذي دعا إليه رئيس الوزراء والمواطنون والمراجع العظام أن انحرف عن مساره كثيرا، خصوصا وأن يعني الموضوع كان بتغيير كابينة وزارية والإتيان بكابينة وزارية جديدة إلى مجلس النواب للتصويت عليها. الذي يحدث الآن هو إقالة الرئاسات الثلاث، ألا ترين أن مسار مشروع الإصلاح انحرف عن مساره؟ أكيد، نحن سبق وأن قلنا أنه السيد العبادي طالب بالإصلاحات، وكان هناك تفويض من المرجعية ومن النواب ومن الشارع العراقي بأن يقوم بهذه الإصلاحات، لكن أخذ وقت طويل في هذه الإصلاحات. اليوم هي الإصلاح ليس بتغيير شخص الوزير، يعني اليوم الوزير 4 سنوات ويترك الوزارة، لكن هو بتغيير المؤسسة بأكملها. المؤسسة بأكملها هناك من يعشعش في داخل المؤسسة، من استطاع أن يعمل أشياء كثيرة ويعني يفسد هذه المؤسسة. فالإصلاح الحقيقي كان مو بتغيير الوزراء، لكن مع ذلك السيد العبادي عندما قال سأغير الوزراء، بعض الوزراء تغيير جزئي، نحن رفضنا، طلبنا تغيير شامل وجذري حتى لا يكون هناك يعني إقصاء وزير على حساب وزير آخر. وعندما لكن تم التصويت في جلسة مجلس النواب ودكتور سليم حاضر على أن تكون الكابينة الوزارية مقدمة على مستوى عالي من الاستقلال، بعيدة عن المحاصصة والحزبية والطائفية، مستوى عالي من المهنية والكفاءة والخبرة. ما حدث عكس ذلك، مما أدى إلى انبثاق هذه الثورة البيضاء. بسؤال أخير، في حال لم ينجح مشروع الإصلاح الذي يتبناه الآن النواب المعتصمون، هل ستكون هناك ردة فعل، خصوصا وأن يعني بعض النواب يطالبون بأن ينضوون في صفوف المعارضة لما يجري الآن؟
نعم، نحن بداية نتمنى أن ينجح هذا المشروع، لأن هناك دعم من الشارع العراقي لهذا المشروع وهناك تأييد كبير. المحتصمون مصرين أنه 174 نائب على البقاء وعلى التمسك بمواقفهم. إن شاء الله ينجح هذا المشروع ويستمر. نحن لا نتوقع السيء، لكن سنبقى معارضة، وأيضا سنحاول أنه نمرر كل القوانين المهمة التي فيها مصلحة الشعب إن شاء الله. النائب عن التحالف الوطني ابتسام الهلالي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. نعم، كما يعني شاهدنا التأكيدات النيابية تظهر أن هناك يعني النواب المعتصمون سيشرعون وسيمضون وسيصرون على مشروعهم كما يظنون ويزعمون هو المشروع الإصلاحي، وفي حال لم ينجح هذا المشروع سيكون في صف المعارضة النيابية للحكومة، وبالتالي سيكون هناك تعقيد أكثر للمشهد السياسي. أضف إلى ذلك أن هناك يعني أخبار وردتنا الآن أن هناك بعض النواب يطالبون بأن تكون جلسة اليوم تعقد، ومصرين حتى ولو كانت في ساعات متأخرة من الليل، وهم مصرين على أن تعقد هذه الجلسة من أجل اختيار رئاسة جديدة لمجلس النواب. نعم، إذن عمر العامري مفادنا إلى قبة البرلمان، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الكهرباء تعطيل العمل في مقرها بسبب ما وصفته بأعمال الشغب في محيطها. المتحدث باسم الوزارة محمد فتحي قال في بيان أن الوزارة عطلت العمل في مقرها بسبب أعمال الشغب في محيطها. البيان أضاف أن الوزارة شددت إجراءات الحماية على محطات السيطرة لتجنب عملية توقف الخدمة الكهربائية، وأهابت الوزارة بموظفيها الحرص وبذل الجهد على إدامة تقديم الخدمة للمواطنين. في الشأن الأمني، وصل وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى العاصمة بغداد للقاء كبار المسؤولين وبحث الحملة العسكرية ضد داعش الإرهابي. ومن المقرر أن يلتقي كارتر وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وعدد من القادة العسكريين لبحث الحرب على داعش الإرهابي وزيادة دعم التحالف الدولي للعراق في هذه المرحلة. وكان كارتر قد زار في وقت سابق دولة الإمارات العربية المتحدة وبحث تسريع الحملة ضد داعش الإرهابي مع الشركاء الإقليميين والحلفاء الآخرين. أكملت القوات الأمنية المشتركة كافة استعداداتها لتحرير مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار من عصابات داعش الإرهابية. عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة راجع بركات كشف عن قرب بدء عملية تحرير مدينة الرطبة، موضحا أن العملية ستكون بمشاركة القوات الأمنية ومقاتلي الحشد العشائري، موضحا أن القوات الأمنية فتحت العديد من الممرات الآمنة لتأمين خروج العوائل المحاصرة والذي يستخدم داعش الإرهابي كدروع بشرية. قتل ما يسمى بوالي قضاء الحمدانية بضربة لطيران التحالف الدولي استهدف التجمع لإرهابي داعش شرق الموصل. خلية الإعلام الحربي في بيان لها أوضحت أن طيران التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة عمليات تحرير نينوى وجه ضربة جوية استهدفت وكرا لإرهابي داعش في قرية عمر كان التابعة لسهل نينوى بقضاء الحمدانية، مضيفة أن الضربة أسفرت عن قتل مجموعة من الإرهابيين أبرزهم الإرهابي المدعو برزان حسام ما يدعى بوالي قضاء الحمدانية الجديد. ألقت طائرات القوة الجوية العراقية آلاف المنشورات على مدينة الموصل. خلية الإعلام الحربي في بيان لها ذكرت أن المنشورات دعت المواطنين للاستعداد لتحرير مدينتهم من عصابات داعش الإرهابية، مشيرة إلى أن المنشورات تؤكد قرب القطاعات العسكرية المشتركة من الموصل.
وتواصل القوات الأمنية والطيران الحربي دك أوكار عصابات داعش الإرهابية في عدد من المناطق والقرى في مدينة الموصل، وذلك تمهيدا لانطلاق عملية عسكرية كبيرة لتحريرها. أحبطت القوات الأمنية المشتركة تعرضا لعصابات داعش الإرهابية جنوب محافظة كركوك. خلية الإعلام الحربي في بيان لها أوضحت أن القوات الأمنية والحشد الشعبي تمكنوا من صد تعرض على قصبة البشير، ما أسفر عن قتل عشرات الإرهابيين، مبينا أن القوات دمرت عددا كبيرا من العجلات المهاجمة وفجرت سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان. في ظل العمليات العسكرية التي تسطرها القطاعات العسكرية المشتركة في محافظة كركوك، عثرت القوات الأمنية والحشد الشعبي على شبكات أنفاق تحت الأرض تستخدمها العصابات الإرهابية في خزن الأسلحة والتنقل من خلالها بعيدا عن أعين سلاح الجو. لا أحد يعرف أين تنتهي هذه الأنفاق ولا طولها، لكن هذه الممرات شكلت على امتدادها قاعدة لتحرك عناصر مرتزقة داعش الإرهابية في المناطق القريبة من قصبة بشير في جنوب غربي محافظة كركوك. بعد تحرير المناطق القريبة على قرية بشير، تم العثور على الملاجئ والمخابئ اللي كان يأخذ الداعش إليه أثناء قصف المدفعية أو الطائرات، كان يستخدم هاي الملاجئ اللي كان يختبي بها. هناك أنفاق يستخدمها حاليا داعش في جنوب بشير، ومنها أيضا المجاري الكبيرة التي تقوم بإيصال ماء الإسالة إلى نهر الخصص. هذه الأنفاق كما تشاهدونها تمتد لمسافات بعيدة، كانت تستخدم من قبل عصابات داعش الإرهابية كملاذ آمن لهم وكتخزين الأعتداء والأسلحة والاختباء من قصف المدفع وقصف طائرات القوى الجوية العراقية. عبر شبكة الأنفاق هذه كان يتنقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي بين مناطق الشمسية والمرعي، حيث كانت المواجهات على أشدها، حولها التنظيم الإرهابي إلى سكنات ومستودعات تحت الأرض يتنقل فيها بأمان بعيدا عن أعين سلاح الجو العراقي وقناصته. في هذه العمليات الأخيرة من حررنا هذه المنطقة لقينا هاي الملجات الطويلة يروح على البشير، يخافون من طيران غطاء جو المدفع قصف هذه الملجات، هنا لقيناها مال جردان داعش الإرهابي. وبحسب قادة في الحشد الشعبي قوة التركمان، فإن الأنفاق المكتشفة استخدمت في الهجمات التي استهدفت الحشد التركماني في قاطع عمليات بشير. لقناة بلادي، هاني الشيخ لكركوك. غياب الرقابة وتنفيذ المشاريع أدى لعدم ظهور الدور الحقيقي لمجلس محافظة المثنى، والذي وصفه مواطنون بأنه فقد دوره، فيما اعتبر آخرون مجلس المحافظة حلقة زائدة تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة. يبدو أن أحلام وأمنيات أبناء محافظة المثنى بشأن رؤية المشاريع الواقعية أجلت إلى إشعار آخر، فها هو مجلس محافظة المثنى يدخل في عامه الأخير وأغلب التشريعات والقرارات لم ترى النور بعد. ما جاي يشتغلون بالطريقة الصحيحة لتسهيل حياة المجتمع في واقع المحافظة. المجلس المحافظة يعني شيء إضافي يثقل كاهن المواطن بالأساس، لأن الدولة حاليا تمر بمرحلة تقشف. مؤشر عدم الرضا عن عمل المجلس طيلة السنوات تصاعد في الفترة الأخيرة، لا سيما وأن المحاصصة في تشكيل لجانه تسببت في عرقلة أغلب جلساته. أعضاء المجلس تحدثوا عن حالة التقشف المالي، واصفين إياها بأنها المشكلة الأبرز التي حالت دون إتمام المشاريع. رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية، إذ لم نلحظ وجود دور فاعل ورقابة حقيقية للمجلس في هذه في السنوات الماضية. لم تنفذ لحد الآن أي خطة من الخطط التي أقرت في المجلس، وذلك بسبب عدم وجود التخصيصات المالية، وبالتالي قطعا دون مستوى الطموح. مثل ما تعرف هذه المشاريع تحتاج إلى أموال، والأموال غير موجودة، وبالتالي للأسف الشديد نتمنى أن يتغير الحال إلى أفضل. بينما اختلف حديث المراقبين للجلسات،
فهم بيّنوا بأن الدور التشريعي والرقابي لم يفعل بعمر هذا المجلس، وكانت سمة التفكير بالمصالح الشخصية هي السائدة والمسجلة بقائمة سنوات المجلس. الحراك الذي يقوم به عضو مجلس المحافظة عبارة عن حراك غير ممنهج ولا يعتمد على معايير النظام الداخلي هذا المجلس، وللأسف الشديد يعتمد على المصالح الشخصية وكذلك حتى الحزبية. وينظر المواطن في المثنى لما ستحمله الأيام القادمة من عمر مجلس المحافظة، علها تأتي بتغيير واضح. فسنوات الماضية أغمض فيها أعضاء المجلس عن الكثير من المواضيع التي تمنى المواطن أن تتحقق بحسب مراقبين. من محافظة المثنى، علي حداد، بلاد الفضائية. النشرة مستمرة وتتابعون فيها. بعملية نوعية، الجيش السوري يقتل العشرات من إرهابي جبهة النصرة في ريف دمشق الشمالي الشرقي وريف اللاذقية. والكويت تحتضن المفاوضات اليمنية لحل الأزمة، وولد الشيخ يكشف عن وجود توتر بين أطراف النزاع. من جديد أهلا بكم. أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن مفاوضات جنيف لحل الأزمة السورية ستستمر اليوم بمناقشة مقترحات الأطراف حول المستقبل السياسي. دي مستورا أعرب عن قلقه من إمكانية انهيار المفاوضات بسبب الاختلاف الكبير بوجهات النظر بين الفرقاء السوريين. وكان رئيس وفد المعارضة أسعد الزعبي قد هدد بالانسحاب من المفاوضات إذا لم يتحقق طلب الانتقال السياسي من دون الرئيس السوري بشار الأسد. أكد مندوب روسيا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة أليكسي بوردوفاكين أن الحكومة السورية تقدم اقتراحات بناءة حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقال أن مجموعة المعارضة السورية المعتدلة المقيمة في مصر وروسيا أعدت اقتراحات مهمة للتوصل لتسوية في البلاد، وأشار لضرورة استعداد وفد الحكومة لمناقشة جميع مقترحات المعارضة وتقديم اقتراحات بناءة بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وصياغة الدستور السوري الجديد. اتهم وفد المعارضة السورية بجنيف محمد علوش الجيش السوري بشن هجمات ضد المدنيين، داعيا المعارضة للرد على هذه الهجمات. ونشر علوش تغريدات على حسابه على موقع تويتر طالب فيها المسلحون بإشعال الجبهات ومواجهة الجيش السوري. علوش قال أن من حق فصائل المعارضة أن ترد على أي انتهاك لوقف الأعمال القتالية السارية في مناطق سورية عدة، موضحا أن تعليق مشاركة وفده في المفاوضات وارد. قتل الجيش السوري العشرات من إرهابيي جبهة النصرة ودمر أوكارهم في منطقة أبو الشامات بريف دمشق الشمالي الشرقي، كما استهدف سلاح الجو السوري بعدة ضربات جوية مواقع الجماعات الإرهابية في محاور جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية وقرى ريف جسر الشغور الغربية. في غضون ذلك رد الجيش السوري على خرق المجموعات الإرهابية في حي جوبر شمال شرق العاصمة، وقصف تحركاتهم بسلاح المدفعية. مفاوضات غير معلنة تجري بين أمريكا وروسيا للتوصل لاتفاق نهائي بشأن الأزمة السورية وصوغ مبادئ دستورية وسياسية تقوم على المحاصصة السياسية بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريتين اللذين يجريان مشاورات منفصلة مع المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا في جنيف. تدور في جنيف حيث تجري منذ أيام جولة جديدة من المحادثات السورية، مناقشات بعيدة عن الأضواء طرفاها الولايات المتحدة وروسيا بغرض التوصل إلى صفقة جديدة قبل الصيف المقبل تضع حدا للحرب في سوريا، وذلك بمعزل عن الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية غربية. وقالت المصادر أن ثم مخاوف وهواجس من رغبة أمريكية في تحقيق نجاح دبلوماسي في سوريا للديمقراطيين، ومنع روسيا من الاستفادة من الغياب المنتظر للدبلوماسية الأمريكية بسبب قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية
وبالتالي فإنه إذا لم تتحقق الصفقة قبل أيلول المقبل فإن واشنطن ستكون في موقف ضعيف أزاء موسكو وأزاء رغباتها ومخططاتها في سوريا والمنطقة. ونقلت المصادر عن محادثة جنيف حول سوريا أن اجتماعا مطولا عقد بعيدا عن الأضواء بين مندوبين أمريكيين وروس الأسبوع الماضي للبحث في إشكال ومضامين المرحلة الانتقالية في سوريا وتصورات موسكو لطبيعة وشكل الحكم والدستور والانتخابات المفترض أن تجرى خلال 18 شهرا. وأبدت هذه المصادر مخاوف جدية من احتمال أن يعقد الطرفان المعنيان اللذان نجحا في فرض هدنة ميدانية إلى صفقة جديدة بعيدا عن الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى تكون قريبة جدا من الأفكار التي تروج لها القيادة الروسية وتترك الرئيس بشار الأسد في السلطة لفترة تطول أو تقصر أو حتى تمكنه من الترشح لانتخابات قادمة. هذا وحمل مندوب سوريا إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري على ورقة المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا التي جمع فيها المبادئ التوافقية بين فريقي الحكومة والمعارضة، فقد حذف منها تعبير الحكم الانتقالي وحلت مكانه عبارة حكومة وحدة وطنية. وثم تعديلات أخرى أقل أهمية طلب الجعفري من ديمستورا أن يدرسها خلال نهاية الأسبوع وأن يعرضها على وفد المعارضة. من المقرر أن تبدأ في الكويت اليوم الاثنين مفاوضات حل الأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وتجمع الجولة الأولى من المفاوضات ممثلين عن الرئيس المخلوع عبد رب منصور هادي من جهة وحركة أنصار الله والمتحالفين معها كحزب المؤتمر الشعبي العام من جهة أخرى. المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد كشف عن وجود توتر كبير بين أطراف النزاع داعيا للالتزام بوقف إطلاق النار على أمل الوصول لحل هذه الأزمة. رحب مساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان بوقف إطلاق النار في اليمن مؤكدا أنها فرصة لبدء المحادثات اليمنية. عبد اللهيان وخلال استقباله نائب وزير الخارجية التشيكي مرتب طلابة أعرب عن قلقه من تفاقم الإرهاب واستمرار المأساة في اليمن، وأعلن عبد اللهيان استعداد بلاده التعاون مع الأمم المتحدة في تسريع المساعدات الإنسانية والدفع بعجلة المفاوضات إلى الأمام، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة في مجال مكافحة الإرهاب. واصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق الهدنة في اليمن بمناطق متفرقة بعدة محافظات، ففي محافظة تعز استهدف المرتزقة مديرية الوازعية ومدينة ذباب بقصف صاروخي، كما شنت الطائرات السعودية غارتين على مناطق سكنية بمديرية سرواح في محافظة مأرب، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 8 مدنيين، فيما واصلت التحليق في سماء محافظات صعدة والبيضاء وتعز وإب. أجرت القوات المسلحة الإيرانية استعراضا عسكريا بحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني وعدد من كبار القادة العسكريين بمناسبة عيد الجيش. محاطا بقيادة القوات المسلحة وبمناسبة يوم الجيش في إيران، توالت رسائل الرئيس روحاني بنبرة دبلوماسية ممزوجة بالقوة إلى من يهمه الأمر. قوة إيران لا تستخدم ضد الجيران والدول الإسلامية، بل لإسنادها في أي مواجهة محتملة من الأعداء، ومن يحلم بالخيار العسكري لضرب الجمهورية الإسلامية فليضع الرد الإيراني نصب عينيه. إن قدراتنا العسكرية هي للدفاع عن البلاد وقطع يد الأعداء، وأقول للجيران لو تعرضت عواصمكم للخطر أيضا من قبل الإرهاب والصهيونية ستكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي القوة التي ستلبي نداءكم لو طلبتم المساعدة. مرور مكثف لأحدث الصناعات العسكرية للجيش الإيراني، صواريخ باليستية بأعداد كبيرة يصل مداها 2000 كيلومتر، ناهيك عن الدبابات والراجمات والرادارات. أما الجديد في الساحة كشفتها القوات المسلحة الإيرانية لأول مرة خلال الاستعراض، منظومة S-300 الروسية للدفاع الصاروخي
استلمتها طهران أخيرا من موسكو لتعزيز دفاعاتها الجوية التي ترصد كافة التحركات الجوية في المنطقة وجاهزة للتصدي لأي خرق للسيادة الإيرانية. القوات المسلحة الإيرانية في أتم الاستعداد للدفاع عن أرضها وسيادتها وشعبها، والدليل على ذلك هو الاستقرار الذي تنعم به الجمهورية الإسلامية وسط منطقة مشتعلة بنيران الحروب والأزمات. موسكو سلمت طهران منظومة S-300 الصاروخية في إطار صفقة شابتها حالة من الشد والجذب خلال السنوات السابقة، ورغم اعتراض الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لهذه الصفقة إلا أن تنفيذها مؤشر على التنسيق العالي في المجالات السياسية والعسكرية بين البلدين، خاصة بعد الانسحاب الروسي من سوريا. في ظل مساع أمريكية لتحجيم القدرات العسكرية الإيرانية، تعرض طهران أوراقها الصاروخية بين الفينة والأخرى وتعمل على تطويرها، إيمانا منها بأن الأجندة الأمريكية المقبلة تكمن في تجريد قوتها للقضاء عليها. عاقل عادل، قناة بلادي، طهران. وبالعودة إلى الأوضاع السياسية من داخل قبة البرلمان العراقي، انضم معنا موفدنا إلى هناك فراس الفوادي. أهلا بك فراس، حدثنا عن آخر التطورات داخل قبة البرلمان. هل ستعقد الجلسة؟ هل اكتمل النصاب لعقدها؟ وهل من مرشحين جدد لشغل مناصب هيئة رئاسة الجمهورية؟ تفضل. نعم زهراء، مرحبا بك وبجميع مشاهدي قناة بلادي الفضائية. مثلما أسلف قبل قليل زميلي عمر العامري، ما زلنا ننتظر مستحدثات ومستجدات هذه الجلسة وما ستفضي إليه في هذا اليوم. كان من المؤمل أن تعقد هذه الجلسة في وقت مبكر، لكن هناك أسباب معينة منعت هذا الانعقاد، ونحن ننتظر ما هو جديد في هذا اليوم. كانت هناك مجموعة من المؤتمرات قامها وعقدها عدد من البرلمانيين والنواب المعتصمين. زهراء، من أجل أن نكون بالصورة الواضحة في هذا الأمر، معي الآن الناطق الرسمي باسم البرلمانيين والنواب المعتصمين تحت قبة البرلمان. نعم. الدكتور هيثم الجبوري، مرحبا بك دكتور. أهلا بك. دكتور، يعني نريد أن نعرف السيناريو الذي وصل إليه الاعتصام في هذا الوقت، وما هو المتوقع في هذا الوقت القادم؟ يعني المفروض الجلسة الساعة الواحدة، نحن ننتظر اكتمال النصاب. بيننا وبين اكتمال النصاب الآن تقريبا 11 نائب أو 12 نائب، إذا ما اكتمل سندخل إلى قاعة مجلس النواب لفتح باب الترشيح وانتخاب رئيس جديد ونواب. هنالك اندفاع كبير، بعض الأخوة بدأوا يلتحقون الآن، خاصة مع زيارتنا الناجحة البارحة إلى النجف وإلى كربلاء ومباركة بعض المرجعيات، وننتظر من بقية بعض المراجع أن يكون لديها موقف إن شاء الله. أيضا صار اندفاع أكبر من الأخوة المعتصمين وغير المعتصمين أيضا للالتحاق بالاعتصام في داخل قاعة مجلس النواب. دكتور، زميلتي تسأل عن مسألة مهمة، ألا وهي الأسماء الأقرب لتولي رئاسة البرلمان وكذلك نائبي لرئيس البرلمان. حقيقة احنا نخلص من محاصصة الكيانات وننتقل إلى توازن المكونات، فلذلك عندما نقول توازن المكونات معناها أي شخصية تريد أن ترشح من حقها أن ترشح. انتهى موضوع بأنه نسلفن قبل القرارات وندخلها إلى مجلس النواب للتوزيع فقط. اليوم سنتخذ قرارات جديدة بأنه الحقوق والواجبات متساوية لجميع المعتصمين أو لجميع أعضاء مجلس النواب، وبالتالي أي شخص يجد نفسه القدرة على إدارة مجلس النواب بعدالة وبمهنية وبعيدا عن المحاصصة فأهلا وسهلا وصاحب أعلى الأصوات وسيكون رئيسا. طيب دكتور، يعني المؤتمر اللي عقدته قبل قليل تطرقت إلى مسائل مهمة جدا، ألا وهي التزام النواب المعتصمون في هذا الوقت بفقرات مهمة، منها قرار المحكمة الاتحادية، توجيه كما ذكرت توجيهات المرجعية الرشيدة. أنا أسأل، لو وجهت المرجعية الرشيدة بأن يكون هناك عقد لجلسة بحضور الدكتور سليم الجبوري، أنتم كنواب معتصمين هل ستتبعون هذا التوجيه؟ علما دكتور، أضع كلمة علما بين هلالين، أن بعض
النواب الذين يعتصمون الآن كانت لهم يعني ردود على مسألة رأي المرجعية قبيل الانتخابات وبتغيير الوجوه، كيف ستدار هذه المعادلة؟ يعني ابتداء المرجعية لا تتخذ قرارا، المرجعية نعم. توجه واضح. وتبارك نعم هذا واضح، فما راح تقول للمرجعية بأنه شلون تنعقد الجلسة ومنو اللي يكون رئيسها ومنو ما يكون رئيسها وهل الإقالة صحيحة أو الإقالة غير صحيحة. المرجعية أما تبارك خطوة الإصلاح وخطوة المعتصمين بتحقيق هذا المنهج أو لا، تقول بأنه الوقت غير مناسب كذا، نحن نفهم الإشارات من قبل المرجعية. حقيقة ننتظر نحن من المرجعية العليا توجيه مناسب، وسنكون رهن إشارة مرجعيتنا الرشيدة، أي سواء كانت مخالفة لما نهوي أو مطابقة لما نهوي. طيب دكتور، الجميع تحدث عن زيارة وفد البرلمانيون المعتصمون في هذا المكان إلى كربلاء والنجف الأشرف، ما هي هذه الزيارة؟ إلى ماذا يعني كنتم ترمون من خلال هذه الزيارة؟ احنا حملنا رسالة، اولا وضحنا الآليات الدستورية والقانونية اللي قمنا بها، اثنين وضحنا بأنه احنا مو فوضويين، احنا اصحاب رسالة، ثلاثة وضحنا بأنه احنا امتداد حركتنا وامتداد لتوجيهات ودعوات المرجعية السابقة بالإصلاح وضرورة المجلس النواب يأخذ دوره بهذه العملية. أربعة، هنالك تضليل بأننا نداعي لزعامات بإعادة زعامات أو لإعادة شخصيات انتهت صلاحيتها إلى الحكم، أيضا طمأناهم بأنه هذا الموضوع ما موجود. خمسة، كان أيضا عندهم قلق بأنه هل سنذهب إلى فراغ؟ لا، قلنا لهم ليس هنالك فراغ، كثير من الأخوة قادرين أن يتصدوا وهم موجودين، ومجرد أن نعقد الجلسة سنكمل هيئة الرئاسة، بالتالي لا قلق إن شاء الله على تشكيل هذه الهيئة، أو قد يسبب فراغ أو قد يسبب فوضى إلى آخره. هذه الرسائل كانت مهمة. قسم من المرجعيات دعموا بشكل مباشر لأنهم أصحاب القرار، أما شيخ عبد المهدي الكربلائي فقال أنا سامع للرسالة فقط وهذه مسؤوليتي، أما هذا الموضوع لأنه حساس جدا فسماحة السيد السستاني هو من يتخذ به التوجيه المناسب. نحن ننتظر توجيه سماحة السيد السستاني أو بشكل على الإعلان أو بشكل يأتينا بشكل مباشر عن طريق الرسائل أو مسج أو إلى آخره من حالات التواصل. طيب دكتور، بعض النواب الذين يعني من كتل معينة هناك أنباء تواردت على أنهم فصلوا من كتلهم، أنت علقت في المؤتمر وأنا أريد من خلال منبر بلادي أن أعيد هذا التعليق، ما هي هذا الفصل؟ يعني ابتداء هو أي شخص معتصم معناه خرج من الكتلة، لأنه ولا كتلة اتخذت موقف بالإجماع غير كتلة الأحرار بالاعتصام. هذا الخروج الآن هم قد أضطروا على أنه هو طرد لتقليل من شأنية النائب اللي اعتصم وشأنية النائب اللي اتخذ قرار بشكل مستقل. نحن اليوم في داخل مجلس النواب نوابا ليس كتلا سياسيا، نوابا كنا نمتلك نفس الحقوق والواجبات، لا فرق بين سني شيعي صابئي مسيحي أيزيدي كردي عربي تركماني، كلهم ذني ما موجودات. أنت إذا تلاحظ الصورة الآن كنا متخاوين، كنا نجلس في مكان واحد، كنا نأكل من نفس الأكل، كنا مندفعين نفس الاندفاع. هذه الصورة الحقيقية ما جاي تنقل بشكل صحيح. لذلك قضية الفصل هو الضغط على بعض الشخصيات، يعني مثلا سيد نيازي أغلو هدد بالقتل، السيد عادل نوري والدكتورة تافكة حرموا من دخول الإقليم وستطرد عوائلهم من الإقليم. هذا اللي يفكر بهذا التفكير لمجرد رأي من قبل نائب يصدر فتوى بقتله أو يصدر فتوى بطرده أو شلون نقدر يقود البلاد؟ هذا شلون نسمح له يقود البلد؟ شلون نسمح لهكذا زعامات بالبقاء؟ ليوم مجرد نائب بالبرلمان أعطى رأيه هالشكل تعامله، زي إذا المواطن طرأ إيش يسوي به؟ دكتور هيثم الجبوري شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات، سنتواصل في وقت آخر. زهراء، هذه يعني هذا كان حديث الدكتور هيثم الجبوري وهو الناطق الرسمي باسم النواب المعتصمين تحت قبة البرلمان، وينضم إلي الآن أيضا سيادة النائب الأستاذ حيدر المولى. مرحبا بك أستاذ حيدر. أهلا وسهلا بك. الله يحفظك أستاذ حيدر. السيناريو الذي تتوقعونه في الساعات القادمة، نحن اليوم في يوم الاثنين، يعني ستعقد الجلسة، سيكون هناك مستجد، سيكون هناك مستحدث في هذا الوقت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناة بلادي. بكل تأكيد الجلسة ستعقد، نحن ماضون بمشروعنا، نأمل من بقية النواب إخواننا أن يلتحقوا بنا، كل رأي محترم ولكن أن يطرح هذا الرأي تحت قبة البرلمان. لا يمكن قبول أي رأي
يفرض علينا سواء كان هذا الرأي أو الإملاء داخلي أو خارجي، على أخوتنا النواب والذين نكون لهم كل الاحترام والتقدير أن يلتحقوا بنا ونحترم ما يطرح من رأي داخل قبة البرلمان. خارج قبة البرلمان لا يمكن لأي نقاش أو حوار أن يتم بشكل يعني هادئ وصادق. الحلول والمناقشات تكون داخل قبة البرلمان. طيب أستاذ حيدر، البعض يسأل أنتم كنواب معتصمين في هذا الوقت، لماذا لا تشكلون كتلة يمكن من خلالها أن تحضروا جلسة يعني برئاسة الدكتور سليم الجبوري ومن بعد ذلك تذهبون إلى التصويت للإقالة؟ هذا الكلام سابق لأوانه، هنالك خطوات وهذه الخطوات ستأتي تباعاً. قضية هيئة الرئاسة القديمة نحن مصرون على أن الجلسة التي عقدت والتي بموجبها تم إقالة هيئة الرئاسة جلسة صحيحة وقانونية، على المتضرر وعلى من يعتقد بعدم صحة الجلسة أن يلتجئ إلى القضاء. الدستور العراقي رسم لنا طريقا للجوء إلى القضاء وهو المحكمة الاتحادية. ما يصدر عن المحكمة الاتحادية سيكون محل احترام لنا، ولكن نحن مصرون أن جلستنا صحيحة وملتزمين بالأطر الدستورية والقانونية. جميل جدا أستاذ حيدر، إلى الآن إلى هذه اللحظة التي أتكلم بها مع جنابك الكريم، إلى أي سقف من حيث العدد وصل عدد النواب المعتصمون في هذا الوقت؟ العدد وصل إلى 149 نائب، ولم يبقى لنا إلا 15 نائب من أجل أن يكتمل نصاب الجلسة. متى ما اكتمل نصاب الجلسة ستعقد هذه الجلسة وسنستمر بمشروعنا. شكرا جزيلا أستاذ حيدر. زهراء، هذا أيضا توضيح ورؤية، يعني استكملت الرؤية بالنسبة للنواب الذين يتواجدون باعتصام برلماني تحت قبة البرلمان. العدد وصل حسب ما ذكر الأستاذ حيدر المولى إلى 149 نائب، يعني ننتظر يعني عدد بسيط، ومن بعد ذلك إذا تحقق النصاب ستعقد هذه الجلسة. طيب. وستمرر القرارات التي تتخذ فيها. إذن شكرا جزيلا لك موفدنا إلى مجلس النواب فراس الفوادي ولضيفيك الكريمين، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا نختم النشرة لهذه الساعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.